إذن لقد أخبرونا أن AE تساوي 12 وهي هذا الضلع هنا، و EC تساوي 18، EC تساوي 18، وقد رسموا لنا حزمة من المتوسطات هنا، ونعلم أنها متوسطات لأنه عند تقاطعها مع الضلع المقابل يخبرون أن هذا الطول يساوي هذا الطول، أي أن ED يساوي DC و CB يساوي BA، AF يساوي FE، أو أن FB و D هم نقاط المنتصف، وبالتالي جي سوف تكون النقطة المركزية حيث تتقاطع المتوسطات. وبالتالي أول شيء يسألوننا عنه هو ما هي مساحة بي جي سي؟ إذن بي جي سي هنا هو هذا المثلث هناك، ولإيجاد المساحة علينا فقط أن نذكر أنفسنا بأن المتوسطات الثلاثة للمثلث تقسم المثلث إلى ستة، ست مثلثات لها نفس المساحة، وبالتالي إذا كنا نعرف مساحة المثلث الكامل، وأعتقد يمكننا إيجاد ذلك، فهذا مثلث قائم الزاوية، هذا معطى لنا AE، كل هذه المسافة هنا سوف تكون 12، إذن هذه تساوي 12، كل هذه المسافة هنا هي 18، وهذا معطى أيضا، إذن مساحة AEC سوف تساوي نصف ضرب القاعدة وهي 18 ضرب الارتفاع وهو يساوي 12، وهذا يساوي 9 ضرب 12 وتساوي 108، وهذه هي مساحة كل هذا المثلث القائم الزاوية، المثلث AEC. إذا أردنا مساحة BGC أو أي من هذه المثلثات الستة الصغيرة، تجاهل هذا الارتفاع الصغير هنا، المثلثات المحددة بالمتوسطات، بالتالي علينا فقط أن نقسم على ستة لأن لهم مساحات متساوية، قد أثبتنا ذلك في فيديو سابق. إذن مساحة BGC تساوي مساحة AEC، المثلث الكامل مقسوم على ستة وهو 108 مقسومة على ستة، وهي ماذا؟ 60 نحصل على 10 يبقى 48، هذا سيكون 18، سيكون 18، هذا صحيح، لأنه سيكون، لأن 108 هي 18 ضرب 6. إذن أوجدنا الجزء الأول، مساحة هذا هنا هي 18، وإذا أردنا يمكن أن نقول أنها مساحة أي من هذه المثلثات، هذه المثلثات المحصورة بين المتوسطات، هذا سيكون 18، هذا سيكون 18، وكل هذا المثلث FGE سوف يكون 18، ولكننا عملنا هذا الجزء الأول هنا. الآن السؤال هو ما هو طول AG؟ إذن AG هو المسافة، هو الجزء الأطول من هذا المتوسط هنا، ولإيجاد طول AG علينا فقط أن نتذكر أن النقطة المركزية دائما تكون على مسافة ثلثي المتوسط، أو أنها تقسم المتوسط إلى مقطعين بنسبة 2:1. فإذا علمنا طول المتوسط نستطيع فقط أخذ ثلثيه، وهذا سوف يكون طول AG، ولحسن حظنا هذا مثلث قائم الزاوية، ونعلم أن F و D هما نقطتي المنتصف، فمثلا نعلم أن AE يساوي 12 وهذا معطى، ونعلم أن ED هي النصف 18، بالتالي ED هنا سوف أعملها بلون مختلف، ED سوف تكون 9، ED سوف تكون 9، بالتالي يمكننا أن نستخدم نظرية فيثاغورس لإيجاد طول AD،
AD هو وتر هذا المثلث القائم الزاوية AD. الآن نحن ننظر إلى المثلث AED، بالتالي نعلم أن، دعوني أكتب ذلك، نعلم أن 12 تربيع، 12 تربيع زائد 9 تربيع زائد 9 تربيع سوف يساوي AD تربيع، سوف يساوي AD تربيع، AD تربيع. إذن 12 تربيع هي 144، 144 زائد 81، وهذا سوف يساوي AD تربيع. فما هو هذا؟ إنه 225. إذن لدينا 225 تساوي AD تربيع، تساوي AD تربيع، و 225 هي، يمكن أنك تدرك ذلك، هي 15 تربيع، بالتالي AD يساوي 15. عليك أن تأخذ الجذر الرئيسي، الجذر الموجب، لأننا نتحدث عن مسافات وأطوال أضلاع، لا يهمنا السالب. إذا AD يساوي 15، فكل هذا الشيء هنا سوف يساوي 15، بالتالي AG ستكون ثلثي AD. AG تساوي ثلثي AD، أثبتنا ذلك في فيديو سابق أن النقطة المركزية تقع على ثلثي المسافة لكل من هذه المتوسطات، لأي من المتوسطات، بالتالي تساوي ثلثين ضرب 15، وهي تساوي 10. إذن AG هنا يساوي 10. لقد أنهينا الجزء الثاني هنا. الآن الجزء الثالث، ما هي مساحة FGH؟ ما هي مساحة FGH؟ دعونا فقط نلونها. FGH إذا علمنا هذا الطول، إذا علمنا HG، إذا علمنا HG، وإذا علمنا FH فنستطيع إيجاد هذه المساحة بسهولة. وفي الحقيقة يوجد عدة طرق لإيجاد أي واحدة من هذه الأشياء، بالتالي إحدى الطرق التي يمكن التفكير بها لإيجاد طول HG هي بأن نتذكر، هي أن نتذكر أن HG هو ارتفاع لكل من المثلثين FGE و AFG، وكلاهما طول قاعدته 6، كلاهما طول قاعدته 6. إذن هذه 6 وهذه 6 هنا، ثم لديهما ارتفاع يساوي GH، ونعرف ما هي مساحة كليهما، نعلم أن المساحة تساوي 18، بالتالي يمكن أن تقول، لنأخذ هذا المثلث بالأعلى هنا، بالتالي نحن نتحدث عن مساحة المثلث AFG، ونعلم أنها تساوي نصف ضرب قاعدته، وهي 6 ضرب ارتفاعه وهو GH ضرب GH، هذا هو نصف القاعدة ضرب الارتفاع، ويساوي مساحة هذا المثلث، وهي سوف تساوي 18. ثم علينا فقط أن نقول لأنفسنا، حسنا، هذه 3 ضرب GH تساوي 18 GH، إذا قسمنا الطرفين، إذا قسمنا الطرفين على 3، GH تساوي 6، فهذه إحدى الطرق لعملها، GH تساوي 6. يمكنك أيضا أن تستخدم منطق التشابه، يمكنك القول، لاحظ هذا المثلث هنا مشابه لهذا المثلث هنا، هذا الوتر هو ثلثي المسافة لكل هذا الشيء، بالتالي هذا سيكون ثلثي هذه 9، هذه طريقة أخرى للحصول على 6.
لكن في كلا الحالتين نحصل على هذا الطول. الآن علينا فقط إيجاد طول اف اتش. يمكننا إيجاد طول اف اتش إذا أوجدنا طول اي اتش. إذا علمنا طول اي اتش، لأننا نعلم أن المسافة من اي إلى اف هي 6، فإن اف اتش ستكون اي اتش ناقص اي اف. إذا دعونا نجد طول اي اتش. حسنا، مرة أخرى يمكننا استخدام منطق التشابه. وإذا أردت أن تعملها بطريقة منهجية، فإننا نعلم أن كلا هذا المثلث الكبير القائم والمثلث الصغير القائم لديه زاوية 90 درجة هناك، كلاهما له هذه الزاوية المشتركة، بالتالي لهما زاويتين متماثلتين، فهما بالتأكيد مثلثين متشابهين. بالتالي نعلم أن نسبة AH، سوف أعملها بالبرتقالي، نعلم أن نسبة AH إلى AE هي 12 تساوي نسبة AG وهي 10، 10 إلى نسبة AD وهي ما أوجدناها، إنها 15. إذن إحدى طرق التفكير فيها هي أن AH ستكون ثلثي 12، يمكننا حلها رياضيا أي باستخدام المثلثات المتشابهة. بالتالي هذا الطرف الأيمن هو فقط 2 على 3، بالتالي AH نضرب الطرفين ب 12 سوف تساوي ثلثين ضرب 12 وهي فقط، إذا AH هنا هي فقط 8، AH تساوي 8، AF تساوي 6، بالتالي FH هنا سوف تكون 2. بالتالي الآن لدينا معلومات كافية لحساب مساحة FHG، فهي النصف، دعوني أكتبها هنا، سوف تكون نصف ضرب القاعدة، سوف أستخدم FH كقاعدة هنا، بالرغم أنه يمكنني استخدام كلا الطريقتين. إذا نصف ضرب 2 ضرب الارتفاع أي ضرب 6 وهو يساوي 6، ولقد انتهينا. ويمكنك الاستمرار أكثر، يمكنك إيجاد الطول لكل من هذه المقاطع هنا باستخدام هذه التقنيات أو أي من هذه المساحات التي سوف نعود لإيجاد معظمها.